بالأمس سمعت النيب فضل الله عم بيحكي عن مكافحة الفساد، مشكور على الجهود الكبيرة اللي عم بيقوم فيها. الشعب اللبناني لازم يعرف شو صار بالماضي تيعرف شو ممكن يصير بالمستقبل، لأنه التاريخ بدل على المستقبل. بالماضي سنة 1999 إسرائيل تضرب الكهرباء بلبنان، بطلب انعقاد مجلس الوزراء، وعباب مجلس الوزراء قلت نداء للبنانيين يساهموا بمساعدة الدولة بهبات مشان الكهرباء، وانه نحن ما عايزين الخارج، فينا نحن نعمل وراح نصلح الكهرباء، وإذا ضربت إسرائيل بدنا نرجع نرد عليها. نتيجة بأسبوعين وصل 50 مليون دولار من اللبنانيين، وكلهم باسمي أنا، باسم رئيس الجمهورية. طلبت وقتها إنه يعيدوا الهبات اللي بعتوها باسم الدولة والبنك المركزي، ونودعوا 50 مليون بالبنك المركزي، وأخذنا بحسب القانون قرار وقتها كان الرئيس الحص رجل الدولة إنه الهبات بحسب القانون بيقولوا إنه لو ليرة بدها تمرق على مجلس وزراء كله بيمرق على مجلس وزراء، لأنه من قبل ما كنا نعرف وين تيجي الهبات عند مين ومين كان يصرفها. وأخذت قرار وقتها انه كل الهبات لازم ينعرف وين انصرفوا، وعطيناهم سنه واجينا بالتفصيل الفواتير وعممناهم بالجرايد انذاك، وتشكرنا كل واحد بعت مساعده للدوله. من بعدها صار هذا القانون، اي هبه بتجي بدها تمرق على مجلس الوزراء. لوقت بعد الاغتيال المرحوم الرئيس الحريري سنة من وقتها ل 2006 ما عرفنا تمام شو اجا هبات، وخاصه بلشوا يجوا الهبات بكثره بال 2006. انا ذاك بنزل على مجلس الوزراء وبطلب من رئيس الوزراء بدنا لائحة بالهبات تناخد قرار بمجلس الوزراء. كان جوابه، وللأسف أكترية الوزراء، لأنه أنا ذاك كان بس حزب الله ويعقوب الصراف كانوا بالخط تبعنا، كلهم ما حدا سأل، وكانت جواب وقتها رئيس الوزراء إنه نحن حطيناهم بالإنترنت، قلنالو الانترنت مش دولة، القانون بيقول بده يجوا على مجلس الوزراء. وللأسف بعد كم شهر لما الحكومة صارت غير شرعية صارت تجي هبات أكتر، وإذا بنقرا الجرايد وقتها حوالي شي 8 مليار دولار، وما حدا كان، لأنه الحكومة غير شرعية ونحن ما كنا نحضر مجلس الوزراء، يبعثوا لي قرارات الوزارة الغير شرعية بال 2007، وكل القرارات رديتهم وقلت غير شرعي لأنه وزارة غير ميثاقية وغير شرعية. وللأسف كل اللعب الهبات وغيرها من الأمور، ومنها الأرض تبع النورماندي يلي كلفت آنذاك نصف مليار دولار لردمة، من بعدها عملوا قوانين بالحكومة الغير شرعية وصار يبيعوا الهوى ويقلن حق يطلعوا بطلوع، وكانت النتيجة صار سعرها 31 مليار دولار. وعرفت من بعد ما أنا كنت تركت إنه شركة خاصة امتلكتها وعم تبيع ممتلكات النورماندي، مع إنه معروف دولياً، وأنا أيامي حاولوا أنه يحطوها باسم الشركة الخاصة، أنه
آنذاك كان صار في قالوا اتفق رئيس الحريري مع رئيس الهراوي انه بما انه ما في مصاري بالدولة انه رئيس الحريري بيجيب شركة خاصة وبتردم يلي كلفت نصف مليون دولار انه بياخدوا الارض. ما في دولة بالعالم تردم الارض الا بيعطوا شو الاشغال اللي عملت بيعطون اجرتهم، اما الارض للدولة. هيدي بحديث تاني. شكرا.